في مدرسة الفتيات كان هناك فتيات لأنها مدرسة فتيات. ليش جايبنا عند مدرسة بنات بتورطنا؟ قصر صوتك لا يسمعك أحد. بس طول حياتي كنت أتساءل ليش عندنا 5 أصابع بيدنا بس 10 أصابع برجلينا. بعدين استوعبت ليش، لأن الرجلين مهمة بالمشي أما اليدين لا. سبحان الله في كل شيء حكمة. شهانة عندنا 10 أصابع بيديننا ورجليننا. لا تناقشيني بدون أدلة. بنت صدمة، في إشاعة تقول إن المديرة جرذي، تبغى نروح نتأكد؟ يلا قدام. وفي هذه الأثناء كان هناك 3 ورعان متسللين خلف المدرسة. رماح لازم نرجع مدرستنا بسرعة قبل ننكشف إننا هاربين. وين مشاعر بنفسجي؟ وينها؟ لازم ألقاها. اشرح لنا وش مشاعرك تجاهها، تكرهها ولا تحبها ولا ايش؟ يا شيخ ازعجتني، خليني اتاكد لو البنت بهالمدرسه او لا. يقول بتجي شرطه الاطفال تاخذك بتهمه التجسس. تبي اعطيك رقمه وبتدق عليهم بعد؟ يقول لا. هذه مرت، اسكت خليني اركز. حسافه، طلعت الاشاعه عن المديره صدق. راح جوالي داخل زي ما كنت مخطط. اعترف انك بورطة. لازم ادخل مدرستهم اجيبه قبل لا احد يلاحظه. الدخول ممنوع، شوف وش مكتوب. اي ولد يدخل المدرسة سيتم وضعه بسجن في اعماق البحر جنب منتجعات البحر الاحمر لمدة 9 سنين، وبعدها ينقل السجن على سطح الارض لمدة 3 سنين، وبعدها بسجن فوق جبال الحجاز لمدة سنة، وبعدها يرجع للسجن اللي تحت البحر، بس مو بنفسه الواحد، لا بيكون في مكان ثاني حول الدمام. متأكدين مو بجولة سياحية ذي؟ قلت لك راح تدفع الثمن. يقول خلنا دق الجرس ونخلي أحد يعطينا جوالك. بعدين بدروني أني كنت أطل من الشباك. تبغاه يتنكر زيهم ويدخل المدرسة وياخذ الجوال؟ لا، مستحيل أتنكر زي الطالبات لو إيش. بدون تضحية ما راح توصل النتيجة. اختر تضحي بإيش، جوالك، حريتك، شكلك. شرايك أضحي بصداقتي معك؟ كيف تضحي بشيء غير موجود؟ تنكر مستحيل أسويه لو تنقلب الدنيا. شو أسوي انقلبت الدنيا؟ يمكن لو ضحيت بحريتك أحسن. احسبوا لي دقيقتين تلقوني مخلص المهمة. تسديد الديون بدأ الآن. هو كان ثالث شباك، معناها ثالث غرفة. جوالي بمكتب المعلمة فوزية. شو تسوين يا طالبة؟ روح الفصلك يلا. لحظة، أنت أول مرة أشوفك بالمدرسة؟ أيوة أنا طالبة جديدة، اسمي قمر من فصل فوزية، بس كنت طالعة أروح الحمام. حمام؟ قانوني بالحياة، حتى لو كانت الطالبة صادقة فهي كاذبة. يلا قدامي على فصلك. بنات، درس اليوم مهم جدا، خصوصا الفصلكم. فوزية، طالبتك جالسة تتمشى بالمدرسة. يلا ادخلي بسرعة، هالدرس مخصص لك. لحظة، هذه مين؟ أول مرة نشوفها. هذه زميلتكم، نسيتم؟ وين عايشة أنتي؟ ما تعرفين طالبات فصلك؟ تبين الصدق؟ أنا ما أدري أنتم متوسط ولا ثانوي حتى. توقعت بيننا علاقة أعمق من كذا يا أستاذة. ما أبغاك تتوقعين، أبغاك تتأكدين. شكراً. إني ما بي أي علاقة معكم. لو شفت طالبة من فصلك طالعة برجعك بياها في المقصف. أم شعر بنفسك بهذا الفصل. سلامات، تبين ندق على وزارة الزراعة؟ لا، بس جالي فقر دم. أنا بعد عندي فقر. فقر دم؟ لا، بس فقر. الفقر يا حلا هو فقر الأخلاق. يعني أنا غنية بأخلاقي؟ لا، حتى بأخلاقك فقيرة. كل واحدة بمكانها يلا. وانت يا الطالبة الجديدة وش اسمك؟ اسمي قمر. اسم على غير مسمى. روحي اجلسي عند أقبح واحدة. شكلك ما تسمعين زين، أقول لك روحي جيسي عند أقبح واحدة. يعني روحي جيسي جنب شهانة.
يدك كأنها يضب. عشان أمي كانت حامل فيني قبل ما أنولد. الله، حتى أنا كانت أمي حامل فيني زمان. طيب شكلك ليش كأنك ولد؟ ما فيك نعومة زينا. عشاني بنت أبوي وأبوي رجال. الله، حتى أنا بنت أبوي. طيب ليش رجلينك فيها شعر كذا؟ لأني أسقيها كل يوم. حتى أنا ساقي كذا، إحنا متشابهين في كل شيء، شرايك نصير أصدقاء؟ عطيني سنابك. لا معليش، ما أضيف بنات. طيب تتابعين أنمي؟ بس ون بيس، لأن ما عندي وقت، عشان يطول الوقت أشتغل بشركة أخوي. ون بيس؟ لازم تصيرين صديقتي، أنا فنقلعي. لا بتصير صديقتي، أنا ناوية أستغل لها قبلك. على الأقل أنا مو واضحة أني مصدقتها مصلحة. شفتي كيف أنا مصلحتي يا صادقة أمينة؟ مو بزيها. وأنت يا شيهانة، تبين تصيرين صديقتي؟ لا. كشفت موضوعك، أنت بالحقيقة ولد متنكر على شكل بنت ومتسلل للمدرسة. صدق الذكاء الزايد عدو الإنسان. متأثرة بالمسلسلات ذي. طيب عادي، كل الناس تغلط، ما يحتاج تضحكون. روح العبي بالحاسبة بس. إيش هذا الإزعاج؟ مخصوم منك الوحدة 900 درجة و20 فيها غرامة. شهانة، روحي جيبي دفتر الدرجات من غرفتي عشان أخصم منك. يا شيخ أخصمي على نفسك، كل يوم ناسي الدفتر. هذه فرصتي أخذ جوالي. أنا يا أستاذ مستعد أروح أجيبه بسرعة البرق، خلي شهانة ترتاح. شكراً. كل هالأنوثة وتناديني استاذ، روحي وإذا مسكتك المعلمة قولي لها أني ما سمعت لك تطلعي. باخذ جوالي وأهرب على طول، ما راح تجيني فرصة أحسن. أخيرا أخذت الجوال، جاء وقت الهروب. إيش بك يا حبيبتي؟ أشوفك خايفة ومتوترة، محتاجة حاجة؟ إيش هذه المدرسة اللي كلها معلمات وطالبات؟ لا ما فيني شيء، عن إذنك مشغولة. وقفي، أنا أعرف هذه النظرات، عندك مشاكل أسرية؟ تبين نتكلم فيها بمكتبي؟ يا بنت الحلال فكيني، ما فيني شيء. ما تخجلي، كلنا نمر بهذه المشاكل، أنا موجودة عشانك. والله ما فيني شيء فكيني. الطيحة تعور، بروح أصيح برا، باي. شش، شعرك طاح؟ شافوني خلاص، يا رب غرفتي بالسجن تطل على البحر. لا تنسون تزورون متجر بنات المتوسط، الرابط في صندوق الوصف. حتى أنا شعري يتساقط، لا تنحرجي شوفي. ها؟ تساقط الشعر يجي من التوتر، لازم تروقي وما تسمح الحاجة تزعجك. إيه شعر يتساقط لأني ما أعطى كل يوم. خليني أسألك كم سؤال فادوني كثير لما كنت أمر بمشكلة. متى عرفتي إن مالك قيمة؟ من قال إن مالي قيمة؟ لحد الآن ما تعرف إن مالها قيمة. طيب متى ناوية ترفع قضية على جوزك بخصوص نفقة أولادك؟ بعد بكرة، المهم شعري تساقط زيادة، يلا بروح للشارع أخليه يتساقط هناك. استني، أنا عندي بشنطتي زيت يخفف التساقط، مع إن زاد تساقط شعري بس يمكن يحتاج وقت. فرصتي أهرب. وين طالعة بنص الدوام؟ لا أنا مفروض أغيب اليوم، بس جيت المدرسة بالغلط. بدون حضور أمك وأبوك ما في طلعة. لازم نتدخل عشان نطلعة. أنت وضعك ما يطمن، حاستي الثالثة تقول انك مخططة لشيء، راح احط عيني عليك طول اليوم. لازم نسحب عليه. قمر تعالي، لا تفوتك حصة الكاراتيه بتبدأ. شكله مبسوط، لازم ننقذه. لازم يا بنات تصيرون قويات وتحملون نفسكم من الاولاد الاشرار. كم مرة قلت لكم اشتروا لبس الكاراتيه؟ كل مرة جاييني بروب الحمام او النوم. انتي هديين ناقصك الصابون. لا انتي صدق جاية تتروشين. بعدين أنت شلابسة كنك شايب توا متزوج. أنت ما يحتاج تحمين نفسك، ما بقى شيء ما سرقوه منك. وأنت ما لقيتي مقاس أكبر شوي؟ أنت معزومة عند هالرجلك ولا وش؟ أما أنت ممتازة بس مسختيها شوي. وأنت ليش لابسة لبس باليه بحصة الكاراتيه؟ عشان اخترت أواجه الأشرار بالغناء والرقص. حلو، يمكن يحسبونك مجنونة ويتركونك بحالك. قصدك يدرون ما بيحسبون. وأنت وش بالضبط؟
هذه طالبة جديدة اسمها قمر. بلا تصريفات، يلا كلكم وروني الواجب حقكم. وش هو الواجب؟ كل واحدة لازم تفكر وتخترع طريقة للدفاع عن نفسها. بس أنا ما كنت موجودة يا أستاذ. الحياة كلها مفاجآت، ما حد جاي يعلمك إذا جاي بفقع وجهك. تعرفون قصة الذيب اللي تنكر على شكل خروف، ولا قصة الولد اللي تنكر ودخل مدرسة بنات؟ أحس القصة دقيقة بزيادة. دامك جديدة وما تعرفين الواجب، بخليك تمثلين دور الولد الشرير. دور صعب جدا، ما أدري كيف راح أتقنه. الأولى شهانة. يا بنت أعطيني فلوسك يلا. أي واحدة فيهم الضربة القاضية؟ الثانية نورة. هيه أنا شرير، بقضي عليك. الشر ليس الحل، البطاطس ملح وخل. راسبة بكل جدارة. رسوب ليس الحل، يا معلمة يا عسل. نص ناجحة. هنوف دورك. أعطيني فلوسك كلها يلا. ليش عطيتيه فلوسك؟ عشان يدري اني بنتعز. رسبتي مع مرتبة الشرف. لحظة، الغرفة بالدور الأرضي والشبابيك هنا ما فيها حاجة، أقدر أهرب منها. الجو كتمة، بفتح الشباك أحتاج أشرب هواء. لو سمحتوا، ليش في تماسيح برا؟ المديرة هوايتها تربي التماسيح. ليش ما تربيهم ببيتها طيب؟ عشان ما تهجم على أحد. لا تخافين، هي ما تهجم على البنات بس الأولاد. ويعني وش الصدفة هذه إن ولد يكون بمدرسة بنات ويطلع مع الشباك؟ ساعدوني بس على طريقة ممكنة، ولا أنا بدق على الشرطة يمسكوني. كالعادة لازم أساعدها بكل مصيبة. ما عليه، عندي الخطة المناسبة. الله فصحى ما أصدق. أو تصدقون أصدق عادي. المفروض يعطونا سبع فسح وحصة واحدة. شهانة، وش مواصفات زوج أحلامك؟ صراحة سؤالك محرج، ما أدري كيف نجاوب. إيه أنتم عادي، ما يحتاج تجاوبون. يلا، على الأقل هالمرة أنا تفشلت مو بأنتي. يكون عنده سيكل برتقالي. بس يعني أي ولد عنده سيكل برتقالي يخطبك توافقين؟ لا طبعا، لازم يكون يقدر يمشي على كفر واحد بالسيكل بعد. إيه سهلة، مو مشكلة. بس في ولد واحد، لو كل أولاد الكرة الأرضية والسعودية خلصوا ما راح أتزوجه. يا ساتر، يدعيس الحظ هذا. واحد بمدرسة أخوي اسمه رماح، دائم يتنمر على أخوي. هذا لو شفته قدامي بفقع وجهه تفقيع. صدقين يشبهك شوي، يخلق من الشبه 40. طيب يمكن يكون رماح هو المسكين، ما تدري أنه ترى أخوك معلاش بثر أتوقع. يعني هو صدق مسكين، لأن لو عنده شخصية ما كان تنمر على غيره. طيب لو سبحان الله تغير بتسامحينه؟ لا، ما لي خلق. اللي يظلم غيره يظلم نفسه بالأخير. أخيرا جو. لحظة، هذه خطتهم؟ نعم خير، أنت مين؟ أنا بمشي، أمي جت وبنسافر للأبد لدولة ثانية. بس وعديني يا شيهانة أنك تطهرين قلبك الأسود وتسامحين رماح إذا تاب. بديت أشك 1% أن وراك مصيبة. صباح الخير. نعم خير، أنت مين؟ أنا أم الطالبة قمر، ممكن تنادينها عشان أمها دخلت المستشفى. وكيف أمها دخلت المستشفى وأنت أمها؟ أقصد أني أنا دخلت المستشفى بعدين جيت هنا. هاي ماما يمه، تذكرين يوم ولدتيني وربيتيني؟ وين بطاقة العائلة؟ مستحيل أخليها تطلع بدون إثبات أنك أمها. شوفي يمه، المعلمة حريصة على الطالبات، تخاف علينا كأننا شغالاتها. وين بطاقة العائلة؟ إي واضع عليها قوية شخصية وما حد يلعب عليها. وين بطاقة العائلة؟ إحنا كلنا عائلة واحدة، والأمة العربية والإسلامية. أفهم من كذا أن ما في إثبات أنها بنتك. بس لقيت الحل. يا أختي، بنتي هذه متعبتني، ما تسمع الكلام ودايم تعاند، علميني كيف أربيها صح؟ أبي زي تربية الأولين القديمين، أما الحين حساسين وكل شيء يعقدهم. وأنا أختك ما طلبت شيء، يبغى لها جلسة. أو تعرفين إيش رأيك نطلع يوم نتقهوى؟ أو تعرفين تعالي البيت اليوم المغرب، هو أول بيت يسار المدرسة، واشرح لك كيف تخلينا خاتم بأصبعك. أبشري، يلا أنا أستاذن أجل، أقابلك المغرب. رافقتكم السلامة. كتوفي ما تتحمل وخشمي قاعد يحكني بعطس. الحين الطالع، تحملوا كملوا. الحمد لله الدنيا لسه بخير، كنت أحسبها تخدعني.
من كثر خيباتي ما صرت أثق بأحد، بس هي رجعت لي إيماني بالبشرية. هذه آخر مرة نطيعك بشيء. شكل واحد بالمئة كان بمحله. قمر عندها أخ توأم؟